هم صعدوا باسم الدين الإسلامي دون أي كفاءة اقتصاد ولا مالية ولا تشغيل. دايما بيتحط الستات في مواجهة الدين كأنهم أعداء. احنا في الجزائر في الأمور الدينية لا لا لا, لا نلعب. دعينا من المهووسين دينيا اللي بيتكلموا. أنا أريد أن أحرر المرأة. أريد أن أحرر المرأة. وبعدين أنا مش الرئيس السابق، أنا الرئيس التاريخي. أنت محقة، إحنا قمنا بصناعة داعش. صعب سؤالك. أسئلة كثيرة كانت صعبة على ضيوفنا من نجوم الرياضة والفن إلى صناع الرأي والفكر والتاريخ. شخصيات عربية شاركتنا آراءها الجريئة والشجاعة على مدى عام كامل. ناقشنا معها أهم القضايا التي تهم المشاهد العربي، وانتقينا لكم أبرز هذه المشاركات على مدار العام في حلقة خاصة من السؤال الصعب. يقولوا أنه العصبية الزايدة لفوزي البنزرتي في الملاعب وحجرات الملابس وراء إقالة الأندية لحضرتك، هناك من يقول بأنك وصلت إلى صفع اللاعبين في حجرات الملابس، هل العصبية كلفتك ربما هذا الاستمرار في بعض الأندية اللي حتى أنت كنت تتمنى تكمل معاها ولكن رؤساء الأندية وملاك الأندية لم يسمحوا بذلك؟ أنا أقول لك بكل صراحة، معناتها إذا أنت ما تسأل اللاعبين اللي دربوا عندي، والحمد لله كونوا اللاعبين اللي دربوا عندي كل معناتها من مدة 30 أو أكثر من 30 سنة، كل لاعبين معناتها فما محبة خاصة، فما مودة كبيرة، وأي لاعب تدرب عندي إلا ما تسمع كانوا كان الثناء على فوزي البنزرتي، رغم العصبية ورغم معناتها لأني معناتها حريص على الأداء نتاع اللاعب، لأني حريص كون كل لاعب ضروري ما يتحسن ويتقدم في الأداء نتاعو. بطبيعة الحال معناتها في أشياء معناتها لأني نقدم كل حاجة كبيرة ولا صغيرة للاعبين، ومطالب اللاعب باش يكون ما يمتثل، مش يمتثل يعني يكون خاصة الاقتناع اللاعب مش بالخطة أو بالأمور الفنية اللي نعمل فيها في الميدان. في طبيعة الحال معناتها عندنا سير عدم تطبيق، بطبيعة الحال لازم يكون أنا متواجد باش مش خليش اللاعب يعمل اللي يحب. نعم واضح، ولكن 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 يا سيد البنزرتي احنا شفنا بعض الكواليس. حاجة ثانية، لحظة تفضل. لحظة معناتها أنت تصور في بالك أو في تفكيرك كون كان المجموعة ما تحبش فوزي البنزرتي كمدرب معناتها تجيب نتائج إيجابية؟ مستحيل تكون نتائج إيجابية إذا المجموعة أو الفريق ما يكونش معناتها فما محبة وفما مودة بين اللاعبين. طيب. ومعناتها والقائد معناتها في أي دومين، حتى في أي موضوع معناتها كان لازم ولا بد فما. طيب يا سيد فوزي، في تونس مثلا المسؤول. واضح يا سيد فوزي، في تونس مثلا تم إيقافك عامين بسبب مشاجرة مع طبيب وأثناء المباراة. في المغرب أيضا تم إيقافك في آخر مبارياتك، يبدو كما قيل وقتها لإهانتك الحكام، حكام المباريات. يعني هل هذا ما يتسبب يعني أو ما تسبب في إقالتك من تدريب مثلا فريق الوداد الرياضي؟ صراحة لا أنا عندي عقدة سنة كوفاء وانتهى العقد معناتها في الوداد، معناتها من أكثر ولا أقل. وبعد هذا معناتها صحيح أنا ما في حياتي أول أكثر شيء معناتها ما نحبوش ونكره هو الظلم. إذا نحس معناتها كون فما ظلم في الميدان من طرف من أي طرف، فبطبيعة الحال بيكون رد الفعل متاعي معناتها مش هيك، عصبي، مش ما نقولش كلام ثاني. هذا فما نوع ما لأن ما نحبش الظلم. أنا في حياتي كاملة ما نحبش الظلم، مش في الميدان أو خارج الميدان أو في أي مكان ثاني. أنا نحب الناس، كل إنسان يأخو حقه في الدنيا هذه، وخاصة في الملاعب الرياضية، خاصة كيف تشوفوا معناتها في العديد من الميادين معناتها خاصة الإفريقية، ميادين كرة القدم بطبيعة الحال فما عدد تجاوزات من بعض الحكام. لننتقل بك إلى موضوع آخر لا يقل إثارة. هناك من يرى بأنك كنت ديكتاتورا خلال ترأسك لنادي سموحة على مدى 23 عاما،
وبأنك حولت النادي إلى ما يشبه العزبة الخاصة. أول ما ردك على هذه الادعاءات؟ بيقولوا عن حضرتك ديكتاتور وتعاملت مدة 23 سنة ونص. أولا أسلوب الديكتاتور ده حضرتك، أولا ده كلام كذب، لأن مجلس الإدارة الأول كان 11 وكان 9 وكان 7، مش معقول كل الناس دي مفهومش واحد له رأي. ثانيا أنا عملت نتائج إيجابية ما حصلتش في التاريخ، في التاريخ أنا كنت أنا أنجح رئيس نادي في التاريخ، أعتقد أن محمد فرج عامر يليه كابتن حسن حمدي، أنا أحسن رئيس نادي في التاريخ، ودليلي في كلامي أن أنا كنت أحسن واحد بعت لاعبين. ثانيا أنا استلمت نادي سموحة عبارة عن حاجة في القاع، أقل من القاع، كان أقل من مركز شباب درجة ثالثة، حولته إلى أجمل وأرقى نادي في العالم، في العالم، وأنشأت النادي، والنادي أصبح يوم ما سبته هو أجمل نادي في العالم وأكتر نادي مكتمل في العالم، وعملت فيه استثمارات ضخمة جدا وبنيته. ثانيا هديت النادي أرض ملكي 230 فدان في برج العرب، تنازلت عنها لنادي سموحة وتحولت إلى فرع لنادي سموحة، النهاردة قيمتها 10 مليار جنيه. يعني مع كل هذه الأموال، سموحة ده اللي كان بيلعب درجة ثالثة في جميع الألعاب، مش مهندس فرج، مع كل هذه الأموال التي أنفقتها على النادي حضرتك. بس خليني أعطيك، أنا هسألك، هديك فرصة، أنت مع كل الأموال والجهد اللي أنفقته مدة أكثر من عقدين تركت النادي، هل كان في خيانة؟ هل تشعر بالأسف لأنك صرفت كل الأموال طبعاً على نادي طبعاً في الآخر تتركه؟ لا لا أنا ما صرفت، بصي حضرتك أيوة طبعاً في خيانة، بس أنا مش ندمان لأن أنا صنعت التاريخ. حضرتك يكفي أن نادي كان درجة ثالثة أول ما طلع الدوري الممتاز، تاني سنة هو البطل الحقيقي للدوري والبطل الحقيقي للكاس، دي ما حصلتش في التاريخ. حضرتك لما يطلع رئيس نادي بورتو ويقول أنا عايز أعيد تجربة نادي سموحة، ويطلع رئيس نادي بوتافاجو في البرازيل وأنا ما أعرفهمش ويقول إحنا عايزين نعمل تجربة نادي سموحة اللي بيجيب لاعبين مغمورين مش معروفين ويبيعهم بملايين الجنيهات، حضرتك النادي أصبح محل اهتمام كبير جدا وتصدر كل، وبعدين عشان حضرتك تعرفي قد إيه نجاحي، أنا الوحيد في مصر الذي استثنيت من بند الثمان سنوات، ما فيش حد في مصر رئيس نادي استثنى من بند الثمان سنوات إلا أنا، واخترت رئيسا للجنة الشباب والرياضة في أول برلمان بعد الثورة. طيب. وعملت قانون الشباب والرياضة اللي قعد 45 سنة ما تعملش. ثانية واحدة، والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية أرسلت شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون، وهو القانون الوحيد اللي طلع بالإجماع. حضرتك إزاي أكون بقى ديكتاتور والبرلمان يوافق على قانون أنا عامله بالإجماع؟ قلت بأننا نعيش في زمن القتلة والجنون الجماعي لأمة بأكملها وتنسحب الحكمة إلى مخبئها، لذا فإن العاقل كما قلت، وهذا قول لحضرتك، ينكفئ على نفسه ويختار الصمت. لماذا اختار دكتور فراس السواح الصمت؟ الصمت يا دكتور أحيانا يفسر على أنه قبول وخضوع وربما فشل. لا، عندما قلت هذا الكلام كان هناك مجازر طائفية حصلت بين الطرفين، مجازر طائفية حصلت بين الطرفين، وعندما أنا شعرت فعلا ولاحظت بأن ثورة الشباب في سوريا بدأت تتأسلم وتدخلها العناصر السلفية الإسلامية، قلت في نداء بثته محطة شام FM لمدة 3 أيام، قلت لهم أشعر بأن صراعا قريبا سوف يحتدم بين السلطة والجماعات الإسلامية، ولذلك أنصح الشباب بأن ينسحبوا من الشوارع وإلا دهستهم أقدام الفريقين. وهذا ما حصل، تصارع الفريقان وانسحبت الحكمة وأنا انسحبت.
طيب أنا انسحبت. نعم أنت انتقلت إلى الصين في فترة من فترات حياتك يا دكتور، وعملت هناك في جامعة بكين، وساهمت أيضا حتى قبل ذلك في دراسة الفلسفة والحكمة الصينية. يا ترى ما هي الحكمة الصينية التي تعتقد بأن العرب يحتاجونها بشدة الآن؟ هناك قول للاو تسو يقول أفضل الحكام من لا تشعر الرعية بوجوده، بمعنى يجب على الحاكم أن لا يتدخل كثيرا وأن يترك مؤسسات الدولة هي التي تعمل. مشكلتنا لأن السلطة السياسية موجودة بقوة وبعنف في مجتمعاتنا العربية، نحن بحاجة إلى التخفيف من هذا الوجود السلطوي السياسي لأي حاكم أو لأي ولكن نظام. موجود هذا أيضا دكتور فراس السواح في الديمقراطيات الغربية، أنت تقول بأنه الحاكم لابد أن يترك لمؤسسات الدولة أن تعمل، قبل ذلك لابد أن يتأكد أنه ليس هناك فساد، أن هناك احترام للقانون، هناك احترام لدستور الدولة. ماذا لو لم يكن هناك احترام لهذه الأمور الثلاثة؟ طبعا كل هذا شيء مترابط مع بعض. عندما تنشأ لدى السلطة فعلا رغبة في بعث مؤسسات الدولة والمجتمع المدني سوف تجد طريقا لذلك، لكن السلطة لا تريد. تريد السلطة في سلطة الدول في العالم العربي، تريد أن تبقى هي المسيطرة، تريد أن تبقى ماسكة لكل مفاصل الدولة. لا يوجد لدينا مؤسسات مجتمع مدني، لا يوجد لدينا مؤسسات مجتمع مدني. في كثير من الدول لا تستطيع أن تؤسس جمعية إلا إذا أخذت إذنا معينا، وهذا الإذن لا يعطى لك. الحضور القوي للسلطة في المجتمع العربي هذا هو المشكلة. الزواج المتأخر واضح أنه لا يمثل مشكلة بالنسبة لك، لأنك أنت ست كاتبة وغيرت مفاهيم المرأة ودورها في المجتمع، لكن كيف تقنع الرجالة بالزواج بمن هي فوق 30 أو 40 أو ما فوق؟ يعني عنهم اقتنعوا؟ مش حاسة أن أنا دوري أن أنا أقنع الرجالة بحاجة، يعني حاسة أن إحنا بنطبطب على الرجالة قوي وبنعملهم كأطفال، محتاجين حد يقنعهم، محتاجين حد يوريهم الصح من الغلط، محتاجين حد يفكر لهم، محتاجين حد يشاور لهم على الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة. والله لو الرجالة لسه عايزين يستمروا في دورهم كحد بينزل يدور على بنت صغيرة عشان هم يفكرون يربيها على يا أستاذة غادة، هم يفكرون بمنطق الإنجاب، أنه امرأة تستطيع أن تنجب لهم، يعني فيه ساعة بيولوجية للست يمكن تنتهي بالأربعين، مع الطب ممكن تنتهي بالخمسين، هل يلاموا على ذلك؟ ما يلاموش، بس ما بقاش بدور على بنت عندها 23 سنة ولو حد شاور لي على عروس عندها 25 سنة أقول له لا دي كبرت، ما يعني أنت هتخلف كم عيل في النهاية؟ أنت هتخلف عيلين بيجوا في 3 أو 4 سنين، مش لازم تاخد فترة سماح 15 سنة. وفي النهاية برضو فكرة إن هم عايزين ينجبوا، أنا ما بفهمش برضو هم عايزين ينجبوا قوي ليه، بما إن هم بيتخلوا عن دورهم خالص كأبهات وبيزيحوا كل حاجة على الأمهات. هي يعني الطفل بيبقى حاجة زي أكسسوري كده في حياة الرجل عندنا، فبرضو محتاجين هم يعيدوا تفكير في نقطة الإنجاب دي الحقيقة. طيب هناك من يرى بأن المرأة أيضا يعني أصبحت متطلبة وتختار الرجل حسب معايير معينة، وأنه سقف توقعاتها عالي خصوصا المادية، تعتقد أنه هذا أيضا سبب ما يسمى بالعنوسة في عالمنا العربي؟ هي الفكرة أن احنا حولنا الجواز كله لفكرة فكرة تجارية كده، عرض وطلب. هو بيدور على بنت فيها مواصفات معينة، تبقى بيضة ومحجبة وأقل من 25 سنة،
فهي من حقها انها تدور على واحد عنده فلوس جاي من الخليج عنده شقه تمليك وهيجيب لها ذهب. يعني هو الموضوع بقى بيع وشروه. فاحنا ليه بنسمح للطرف ان هو يحط شروط والطرف الثاني بنلوم عليه بده؟ ورغم الإشاعة دي المنتشرة، احنا مثلا في المجتمع المصري شبه معروف ان الجوازة ماديا بتبقى بالنص بين العريس والعروسة او بين اهل العريس والعروسة. أليس هذا نوع من الرقابة على حرية الفن، حرية إبداع الممثل، السيناريست، المخرج؟ أنت قبل قليل كنت تشتكي أنه السيناريو مثلاً قد هو من الأسباب اللي تخلي دراما، أي دراما مش فقط الدراما الجزائرية، الدراما عموماً تصاب بالضعف. السيناريو، الإنتاج، الرؤية، لما يكون الرقابة الدينية على أعمال فنية، هل أنت تطمح أنه تصل بها إلى هوليوود صراحة محمد رغيس؟ لو تريد هوليوود فأذهب إلى هوليوود هنا في الجزائر، ونحن لا نقبل الرذيلة، لأنه لا نقبل أن نعمل مشاهد فيها خمور، مشاهد أنه تقول فتاة أنا عندي حرية أني أذهب وأشوف صديقي، يعني للوالد، يعني هذه قيم وأخلاق تربينا وترعرعنا بها في الجزائر، فلا يمكن تغييرها ولبسها تلبسها باسم الفن. احنا الفن فن هو الرقي، نستطيع ان اعطيك مشهد بين الام والابن، بين الزوج والزوج، بين الصديق والصديق، ليس بين الحبيب والحبيب. ولكن الفن يا سيد محمد رغيس يقال بأنه مرآة للمجتمع، قضية مبدأ. ولكن الفن هو مرآة للمجتمع، لا يمكن أيضا يعني إظهار المجتمع على أنه مثالي إلى تلك الدرجة. وأحيانا الفن يستطيع أن يصحح من بعض الآفات الاجتماعية بالنصيحة، بالسيناريو المكتوب بشكل جيد. ألا تعتقد ذلك؟ ليس في رمضان أستاذ الكريمة، في سينما. فهمت سؤالك جيدا. ليس في رمضان، هنالك السينما، هنالك السينما لتعطيك منعرجات وانفتاحات أكبر. لا رمضان، لا، يجب احترام رمضان. في عمل رمضاني مدة 30 يوم أو 29 يوم يجب أن تحترم ما تقول لك الدولة الجزائرية. نقطة ونرجع للسطر. صراحة في العراق سيد مثال الألوسي يحملك مسألة ظهور داعش ولو جزء من المسؤولية وهذه التنظيمات المرتبطة بداعش بسبب الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث التي كنت ترأسها منذ عام 2003. يعني أنت باجتثاثك للبعث ربما شجعت كثيرين ممن كانوا ربما مع هذا النظام السابق أو هذا الحزب السابق. كيف ترد على هذه الاتهامات؟ أولا، عندما استلمت أحد المسؤوليات في الدولة العراقية في اجتثاث البعث، كان هذا الأمر في 16/1/2004، وخرجت من الهيئة في سبتمبر 2004. في هذه الثمان شهور قمنا، وأتشرف أن أدعي هذا الأمر وهذا الكلام دقيق، قمنا بإعادة 12,000 بعثي إلى الخدمة إلى الدولة العراقية. لأني كنت أعتقد ولا زلت أعتقد على الدولة أن تبني الجسور لحماية أبنائها وحماية المجتمع وإيجاد فسحة وفرص جديدة للمواطنين العراقيين مهما كان الاتهام. وقتها الأخوة في الأحزاب الإسلامية، ولا أستثني أحدا، طلبوا إقالتي وعقوبتي، واتهمت على أنني أقوم بمعاونة البعثيين لأنني سني ولأنني بعثي سابق وإلى آخره. والحمد لله وقتها بريمر الذي يلعنه الجميع
وكتب رسالة إلى مجلس الحكم آنذاك يقول فيها شكرا اجتثاث البعث، هذا هو الطريق الصحيح لإعادة بناء الدولة، أي إعادة البعثيين. يعني المفارقة هنا، بريمر وافق على ما فعلته في إعادة آلاف من البعثيين إلى الخدمة، ومن اعترض مجلس الحكم بدون استثناء، لا استثني من هؤلاء الكتلتين الكرديتين لم تكن معنية أو متدخلة بهذا الأمر بشكل مباشر. هذا من باب، لكن من باب ثاني أنت محقة، احنا قمنا بصناعة داعش، هذا التغييب للمواطنين، تغييب لمحافظات، تغييب للقوات المسلحة، هذه الهيمنة الإيرانية، هذا الاحتلال الإيراني، كل هذا يستفز شرائح وأفراد كثيرين وقعوا لقمة سائغة بيد هذا وذاك من المتطرفين الداعشيين. لكن نقطة أريد أن أثير لها باختصار، الأمريكان قاموا بتبليغ الحكومة العراقية، أن الموصل ستسقط. الأخ مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان بلغ الحكومة العراقية أن الموصل ستسقط. الحكومة العراقية ما كانت مهتمة، وهناك اتهام أنهم هم أرادوا أن تسقط حتى يقومون بعدها بتحريرها ويدخلوا الانتخابات. المشكلة هناك مزايدات ومتاجرات في المعلومة، والحقيقة داعش لا زالت خطرة على العراق. نحن بحاجة إلى دعم دولي، لكن بحاجة إلى شيء اسمه العفو العام والتسامح بيننا حتى نبني الدولة العراقية. سؤالنا الأول حضرتك، كيف كانت تجربة السجن في سجن أم درمان الشهير؟ هي تجربة كانت قاسية علي لوضعي الصحي، لكن كانت قنية جدا وداعمة لي، والإحساس المدون به هو السجينات المحكومات بالمادة 130 في القتل العمد، وبؤس الأوضاع ومعرفتي لأنهم أسبابهم كلها، يعني الركن الأساسي فيها والمشترك لأنهم هم يوضعوا في السجن هو الفقر، كانت حاجة مدهشة بجد يعني بالنسبة لي، وغنية جدا ومددية كثير جدا من القوة. كم طالت المدة أستاذة أميرة؟ 15 يوم. وكانت التهمة؟ يعني أنا معتقلة 15 يوم وفيهم سجينات مسجونات لهم 10 سنوات وكانوا بيدعموا فيني أنا في أيامي القليلة دي. كم كانت التهمة أو ماذا كانت التهمة؟ الموجهة لي؟ نعم. أنا حكمت بدون محكمة وبدون تهمة. دخلت المعتقل غرفة نومي إلى زنزانة. لا بدك توضحي لنا. وبلغت يعني بإني محكومة. أنا سأخرج شوية عن قانون البرنامج وأعطيك دقيقة تشرحي لنا فيها هذا الموقف. من غرفة منزلي إلى الزنزانة في السجن الساعة 1:30، يعني اختطفت من المنزل الساعة 12 والساعة 1 كنت في الزنزانة دون سؤال، دون أي تحري ولا محكمة ولا قاضي ولا كده. أبلغت من الحارسات في السجن بأنه أنا محكومة بثلاثة أسابيع فقط، ولا تحت أي مادة ولا تحت أي قانون، كله لم يكن هناك أي سؤال. وحتى حينما تم إطلاق سراحي، يعني إلا بعد إلحاح مني حتى عرفت أنه من أودعني في السجن هو جهاز الأمن والمخابرات، ورفضوا يدوني صورة من الحكم. النساء ذوي البشرة الداكنة أو السمراء في الدول العربية، بصراحة هل تشعرين بأنهن يواجهن الإقصاء والتمييز؟ وين، في السودان ولا خارج السودان؟ في السودان أكيد، في السودان وبعض الدول العربية، يعني بما أنك أنت ناشطة ومتابعة في الدول العربية. أنا واحدة من الناس بالمناسبة حسيت بالتمييز أو الاضطهاد بناء على لون البشرة، لكن في السودان لا، ما في حاجة زي دي، لأننا كلنا سود يعني. وين اختلفت الدرجات يعني؟ وكيف كانت ردة فعلك؟ والله الحاجة دي للأسف أنا حسيت بيها في لبنان، كان إبان 2013 لما مشيت لتسجيل برنامج، يعني كنت مستاءة جدا وبس عايزة أرجع يعني، وهي كانت لمدة 3 أيام، لكن كانت أطول 3 أيام في عمري يعني. لتسجيل برنامج تلفزيوني، هل يمكن تعطينا فكرة؟ تسجيل برنامج تلفزيوني في كلام 2013 هو كان كلام نواعم وكان خاص بموضوع المحاكمة أصلا. ما كانت يعني حسيت التمييز وعدم الاحترام من الريسبشن في الفندق، من الكافتيريا لما أمشي أقعد ما بيجيني سيرفيس كده يعني.
أيهما خذل المغاربة أكثر برأيك، بن كيران أم العثماني؟ لا بن كيران طبعا، لأن العثماني لم يعدهم بشيء. بن كيران جاء بوعود إصلاحية لا سقف لها، ولم يفعل أي شيء عدا بيع المغاربة والشغيلة لمن يدفع له أكثر. هل تدعمين حظر مفيد هل تدعمين حظر الأحزاب الدينية في المغرب وفي العالم العربي؟ والله لا نحتاج لحظرها، فالشعوب ملت وسئمت من المتاجرة بقال الله وقال الرسول أمام حقوقها الأساسية كالأكل والصحة والتعليم والسكن اللائق، وعرفوا أن تلك الجماعات تأتي فقط بالمتاجرة بالدين ولا مؤهلات لها ولا كفاءة، وسيطردونهم من تلقاء أنفسهم دون قوانين حظر. هذا ينسحب على جميع الدول العربية؟ أنت هل قارئة للمشهد في العالم العربي، في المغرب العربي وفي الشرق الأوسط وفي الخليج؟ أظن أن الوقت حان لاستفاقة الشعوب، أظن أنها بدأت تستفيق من المحيط إلى الخليج، وسنرى هذا في الجيل الصاعد وفي العقدين القادمين. لن يكون هناك أي مجال لصعود حزب يتاجر بالدين أو بأي من الأيديولوجيات أو المرجعيات. هل أنت سيدة ميسى مع تجريم العلاقات خارج إطار الزواج؟ لا طبعاً، لا طبعا، لأن يعيش داخلنا يعني وفي وسطنا وفي مجتمعنا أديان أخرى، ولا تؤمن بأن العلاقات خارج إطار الزواج زنا، فكيف نسجنها على ممارستها لحريتها وما تراه ليس حرام؟ يعني نحن ندعي تقبل الآخر والتعايش، وحين يأتي شخص آخر بأفكار مختلفة ودين آخر نريد أن نعاقبه على دينه وأفكاره، هذا لم يعد معقولا. ثم أننا نهاجر جميعا إلى بلدان فيها الحرية ونطبل لهم ونصفق لديمقراطيتهم، لماذا لا نمارسها هنا؟ ما هي المادة التي تتمنين تغييرها في قانون الأحوال الشخصية وبالتحديد الخاص بالأسرة والمرأة في المغرب؟ أتمنى أن نتوقف عن النفاق، لأن هناك خمارات، هناك ملاهي ليلية، هناك حرية دينية، هناك حرية معتقد، هناك ممارسات، فلماذا نترك تلك القوانين نستخدمها فقط لمعاقبة المعارضين والمفقرين، بينما طبقة اجتماعية تمارسها بمحض إرادتها، لا بالنسبة للحرية الفردية ولا بالنسبة للمرأة. علينا أن نخضع القانون الجنائي لما ندعو له وللمواثيق الدولية التي وقعنا عليها تحترم حرية الإنسان وحرية المرأة. شكرا جزيلا لوفائكم مشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. يمكنكم متابعة هذه الحلقة والحلقات السابقة على منصات سكاي نيوز عربية الرقمية في السؤال الصعب.